بسم الله. بإذن الله في الفيديو ده هنعرف الـ Objectives الأهداف والـ Main Steps الخطوات الأساسية والـ Kinds بتاعت الـ Heat Treatment. أول حاجة عندنا في الـ Objectives إن هي بت Improve الـ Mechanical Properties، يعني بتزيد الخصائص أو بتزود الخصائص الميكانيكية بتاعت المادة. تاني حاجة عندنا في الـ Objectives بتاعت الـ Heat Treatment إن هي بت Relieve الـ Internal Stresses، يعني بتتغلب على الـ Stresses الداخلية الموجودة في الماتيريال، تتخلص منها نهائي. والانترنال ستريسز دي ممكن تجي لي عن طريق الكولد وركينج زي ما قلنا قبل كده، واحيانا ممكن تزود الماشينابيلتي بتاعت الماتيريال. برضو من ضمن الاهداف اللي ممكن نقولها ان هي بتعمل عمليه سوفتن او عمليه تنعيم للميتلز نفسها. من ضمن الاهداف برضو ان هي بتحسن الجرين سايز بتاع الماتيريال، يعني بتحسن حجم الجرينز اللي موجوده جوه الماتيريال نفسها، وكمان بتجهز الستيل فور سب هيت تريتمنت. ودلوقتي نخش على حاجه تانية وهي الستبس بتاعت الهيت تريتمنت. اول حاجه معانا في الستبس بتاعت الهيت تريتمنت ان احنا بنسخن الميتال او المعادن او السبائك لدرجه حراره معينه تو بريديتيرمايند تمبريتشر، ودرجه الحراره اللي احنا بنحددها بتعتمد على نسبه الكربون الموجود جوه الستيل. بعد كده بنسيب الميتال او الالوي المعدن او السبيكه اللي احنا بنستخدمها في التمبريتشر اللي احنا محددينها لفتره زمنيه معينه. بعد كده هنبرد الميتال او الالوي السبيكه او المعدن اللي معانا ات بريديتيرمايند ريت، عند ريت محدد. خلي بالك ان اهم حاجه بالنسبه لي هي معدل التبريد، ولازم التبريد اللي احنا بنتكلم عنه يحصل في وسط ملائم زي الميه او الزيت او الهواء. واخر حاجه معانا هنتعرف عليها هي انواع الهيت تريتمنت اللي ممكن نعملها للكربون ستيل، يعني الكاينز اوف هيت تريتمنت. اول حاجه معانا الانيلينج، واتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، نورمالايزنج هاردنينج اند تمبر، كل الحاجات دي مشروحين في فيديوهات قبل كده، وهنسيب اللينك بتاعهم في الديسكريبشن.